رئيس الاوريجينال، فكرة اوريجينال ما تعملتش قبل. بروجي باش نعمل لها بوتي، مش بوتي نعم، معناتها دوكيومونتيغ مع تصوير في الدوكيومونتيغ اسمها أولاد التلمسة. اش معناها أولاد التلمسة؟ أولاد التلمسة باش نشوفوا التلمسة التونسية الجيل الذهبي، معناتها باش نشوفوا التلمسة التونسية. أنا قعدتهم قبل في قناة 7 وقناة 21 باش نحكي الذكريين تاعهم كيفاش بداوا الكارير في تقديم البرامج وشو الذكريين شايفها في التلمسة التونسية. كانت قبل المقر هذا جديد كان في شارع الحرية، وش نحكي على مراحل نجيب خطاب وعلى نواغ بلون البداية تاع التلمسة التونسية اللي بديناها في نواغ بلون برشا حاجات. بلوس شي تغني عملت دو فيلم كوميتراج، دو فيلم كوميتراج اسمه فيسبوك الفيلم. اون 2010 عملت فيسبوك الفيلم 1 وفيسبوك الفيلم 2. فيسبوك الفيلم 1 و 2 يحكي على ميم ايستواغ، اما الايستواغ تتبدل. فيسبوك 1 وفيسبوك 2 يحكي على خيانة زوجية على فيسبوك. فيسبوك 1 شي تريتي ايستواغ اونتر لوم اي لا فام، وفي الفيسبوك 2 عملتها بالعكس اونتر لا فام اي لوم باش نشوفو لا ديفيرونس اونتر لوم لا ديفيرونس اونتر لا فام. فيسبوك 1 و 2، فيسبوك 1 جي دوني اون 2010، فيسبوك 2 صورت اون 2015. سبب تأخير خاطر قلت لي بالقراية تعيينة خاطر قلت لي سينما، قلت بعد قراية خلينا نعمل انتاج وحدي وانتاج خاص. 2015 عملت انتاج خاص، و 2010 صورت الكاميرا اماتور، و 2015 خلال بروفيسيوني افيك ليكيب اللي قرر في السينما. مثلت معنا كوثر الحاج و دي سيكتور و اماتور و برشا حاجات. وتشالي عجبكم عمليه تلمسه، هذه عمليه تلمسه، هذه اللي تلمسه التونسيه من الجيل الذهبي والجيل الحاضر. وتشالي عجبكم وتشالي انتو شاهدت على الانترنت وتشوفوا تشوفونا على صفحتنا على فيسبوك عمليه تلمسه عمليه بوان تلمسه facebook.com/ عمليه بوان تلمسه. تلقاو دي فيديو، تلقاو دي انترفيو، تلقاو برشا حاجات سينما عن قريب في عمليه تلمسه وعلى على فيسبوك وعلى يوتيوب.